بسم الله والابن الروح القدس لانه واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك من انجيل لوقا في نص زكا العشار. كانت أريحة مملوءه بعديد من العشارين. العشارين يعني بياخدوا عشر ما في داخل كل ما يدخل الانسان. علينا أن نركز أن كان قديماً الإنسان يتبع شريعة العهد القديم، وشريعة العهد القديم كانت تركز شريعة موسى بأن كل إنسان كل ما يدخل له من كل مال أو مواشي أو كل ما يملك عليه أن يقدم باكورة عشر ما يكسبه. يعني كل ما يدخل لي 10 جنيه 10 دولار أي كان بدفع عشر منها 1/10. ولكن في هذا الوقت قبل يسوع كانوا الشعب يدفع العشور للهيكل ويدفع عشور أيضا نقدر نقول للبلدية في هذا الوقت للسيتي للحكومة للدولة، فكأنه يزيد عن 20%. ولكن كان هناك أشخاص يشتغلون عند الدولة الرومانية، هم أشخاص محليون يعني عبرانيين من الشعب العبراني أو الإسرائيلي، فكانوا يوظفوا بعض الأشخاص في الدولة الرومانية حتى يستطيعوا أن يجنوا لهم العشور اللي هي كانت بمفهوم الضرائب. وكان كل شخص يشتغل في هذه الوظيفة يعني جاء بضرائب أو يأخذ الضرائب أو يجمع الضرائب كان غير مرغوب فيه ومرزول من الشعب. لماذا؟ لأنه كان لا يكتفي بال10% من دخل كل شخص، بل كان هو يحدد ما يريده وهو عنده السلطة الرومانية. ممكن يأخذ 15%، ممكن 20% أكثر من 10 للدولة الرومانية، 10 للدولة الرومانية والباقي له. فكان بالسلطة المخولة له من الدولة الرومانية كان يذل الشعب ويأخذ من ممتلكاتهم. لذلك كان في هذا الوقت كل من يشتغل في هذه الوظيفة غير مرغوب فيه تماما لأنه سيطر على دخل البشرية آنذاك. وكانوا بالنسبة للشعب العبراني هو شخص خاطئ ويأخذ عشور أي ضرائب ويكسب بدون وجه حق، يعني إنجاز التعبير مختلس. حاجة ثالثة، هو موظف عند الدولة الرومانية ويسيطر على الشعب العبراني، معناه كان في ذهنهم إنه شخص عميل بيشتغل عند دولة أجنبية ويتحمي فيها. كانت هذه الخلفيات الموجودة. عشان كده زكى النهاردة كان شخص كأنه سيء السمعة، بياخد ضرائب أكتر من اللازم، بيسيطر على الشعب وهو كأنه عميل مع دولة أجنبية ضد الشعب العبراني، وكمان أكثر من ذلك هو رئيس العشارين، يعني أكثر واحد بيكسب في هذا الوقت. ولكن سمع عن يسوع وحاول أن يشوفه، كان بمنصب عالي في مركز المرموق، وكان عنده بعض الصعوبات، قصير القامة قصير، لو مشي في الشارع ممكن مش حيشوفوه، وبالتالي حاول أن يرى يسوع. ذهب مثل باقي الشعب إلى منطقة أريحة اللي كان فيها يسوع بيبشر، حاول يدخل وسط الناس ولكن كان مندفع أكثر، يريد أن يرى يسوع برغبة داخلية. هذه الرغبة نسي أنه بوظيفة عالية
رئيس لمجموعة الضرائب أو العشرين، وأنه شخص خاطئ، وأكيد حيكون في المكان اللي فيه يسوع الناس مش حتحبه ومش عايزاه يكون وسطهم، لأنه بيذكرهم بالدولة الرومانية. لكن يسوع كان عالم ما في داخلهم، يعلم أن يسوع هذا الشعب لا يحب العشرين والخطأ. ولكن في إنجيل مرقس يسوع يقول لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يعني بيركز يسوع على أن لهم حقوق مدنية عليهم أن يعيشوها، وحقوق دينية أيضا عليهم أن يعيشوها. فتعجبوا منه، كانوا يعتقدون أن يسوع عليه أن يعلم أن يعطي للهيكل فقط ولا يعطي ضرائب للدولة، ولكن يسوع علم هذا لا يمنع زكاة، فبالتالي تعجبوا. في رغبة زكا أن يقابل يسوع، يسوع عايز يقول لهم: لا تنظروا للأشخاص بحسب وظيفتهم، بل انظروا لهم بحسب رغبتهم في لقاء يسوع. في موقع آخر في رسالة روميا يقول لنا: فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. يعني علينا كمؤمنين نعمل الصحيح بمعنى آخر. ربما لا يروح هذا الكلام لكثير. علينا أن نعطي الله مما هو أعطانا، عشر ما بيدخل لنا، اللي بنسميها العشور النهاردة، دونيشن، التايتنج، اللي النهاردة اندثر في كنائسنا. ولكن بندفع فقط لما هو ضرائب. وأيضا بين قوسين، هناك من يتهرب من الضرائب بشكل أو بآخر، وخاصة نعلم جميعا بما أننا جايين مهاجرين، شوية مش حابين نعيش بطريقة قانونية ونتهرب من ذلك. لكن يسوع النهاردة يقول لنا: علينا أن نكون صحاح في العطاء. ما هو قانوني علينا أن نلبيه، وما هو لله يكون لله، وما هو إكرام للأشخاص يكون إكراما للأشخاص. ربما هذه القاعدة كثيرين منا يتهربوا منها، ربما لا نعطي الكنيسة، ربما نتهرب من الضرائب المدنية، ولكن هذا بالمعنى الكنسي غير لائق. في موقف آخر بيقول لنا: فاذهبوا وتعلموا ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لا أدعو أبرار بل خطأ إلى التوبة. يسوع لما رأى الشعب متذمر وكأنهم بيقولوا ليسوع: اطرد هذا الشخص، هذا خاطئ، هذا عشار، هذا رئيس للعشرين، ده ظلمنا، ما ينفعش يكون معنا. يسوع يقول لهم: لا، خليه يجي، لأنه محتاج أنا أقابله. زكا اعتقد في البداية أنه هو الذي يبحث عن يسوع، ولكننا سنرى أن يسوع هو الذي يبحث عن زكا، ويسوع هو الذي يبحث عن الخطأ. قال لنا: جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فتقولون هو ذا إنسان أكول وشريب خمر محب للعشرين والخطأ. لم يعجب المجموعة أن يسوع يتعامل مع زكا، ولكنه يصر يسوع أنه جاء للجميع، للخطأ وللمؤمنين أو الصالحين، جاء للجميع. هنا نص النهاردة يدينا نقطة مهمة جدا، هي الفرصة، اقتناص الفرصة، انتهز الفرصة، خد الفرصة. كل منا يريد فرصة لقاء مع يسوع، لكن كيف تكون هذه الفرصة؟ هنا كانت عند زكا في فرصة إنه ترك كل سمعته، وظيفته، الناس اللي مش بتحبه، واقتنص فرصة النياب ليسوع. ربما تأتي لك الفرصة في هذا الصباح،
ربما نكون متواجدين زي الجموع اللي كانت متواجدة مع يسوع، ولكن لسه في قلوبها لا لم يكن هناك رحمة. واحد بس اللي كانت عنده مفهوم إنه عايز يسوع، الباقيين بيتفرجوا عليه، حاضرين، يعتقدون أنهم أفضل من الآخرين، ولكن زكا الوحيد اللي كان في داخله حاسس بضعفه وبيبحث عن الفرصة النيابة ليسوع. وهذه الفرصة معناها إيه؟ عايز أتغير، أريد أن أتغير. زكا بحث عن فرصة التغيير وأن يغير حياته، وجد الفرصة. ربما تكون عندنا فرص كثيرة، منها حضور القداس، ولكن لم نكون حاضرين إلا بالجسد، لم نكون حاضرين بالقلب أو بالإيمان. ربما بتيجي لنا فرص كتير نيجي الكنيسة، ما بنروحش الكنيسة. فرص كتيرة تيجي لنا نصلي وما بنصليش. فرص كتيرة بتيجي لنا نقرا الكتاب المقدس ومش بنقراه. كيف يسوع هيقابلك إن لم تقتنص الفرصة للقاء؟ زكا يعطينا أنه كسر كل الصعوبات، عدد كبير، قصير القامة، وعمل ركب شجرة، صعد على شجرة. حتى ده عمله. من منا النهاردة يتغلب على النعاس صباحا؟ من منا يتغلب على الترافيك؟ من منا يتغلب عن ظروف بسيطة ويذهب للصلاة؟ من منا يترك حتى عربيته اللي مش هيلاقي لها باركينج وياخذ مواصلات عادية حتى يقابل يسوع؟ هذا هو إنجيل اليوم المعاش في حياتنا اليومية الطبيعية. مين منا اللي عايز يقابل يسوع في اللقاء الحقيقي؟ هقول لحضراتكم في نقطة قد تكون خفية في هذا اللقاء. لقاء زكا يتميز بأنه مشروع فرصة توبة. يعني فرصة توبة؟ عارفين تعرفوا يعني؟ هي فرصة اعتراف، فرصة مصالحة. لو بصيتوا لبنية النص وتأملنا جميعا في بنية النص، زكا بيقابل يسوع للاعتراف. لم يكن في هذا الوقت مشروع الاعتراف الحصري اللي احنا بنعرفه، ولكن كان بالاعتراف أن يقابل يسوع. وشفنا التغيير. زكا لما بيقابل يسوع عمل فعل توبة، وفعل التوبة هو فعل اعتراف. فرصة كل شخص موجود في الكنيسة أن يرجع للتوبة، وشروط التوبة أن يكون هناك شخص معتاد. إيه اللي حصل في هذا اللقاء؟ يسوع فرح لأن توبة عاش، من زكا عاش توبة حقيقية. فقال بعد ما تاب، كأنه اعترف زكا، بيقوله هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. المزمور بيقول لنا ده، بنشوف المزمور يكمل أن حصل خلاص لهذا البيت. لما إنسان بيتوب، أوعى تعتقد حتى توبتك النتيجة تكون عليك وحدك، ده على كل البيت هياخد هذه الثمرة. لما تروح تعترف في كرسي الاعتراف في سر المصالحة إنك تعيد حياتك للحياة، كنت ميت بسبب الخطيئة، بفعل التوبة والاعتراف بترجع بالمصالحة وتكون مع يسوع. بيقول له يا زكا أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. لما بعترف، يسوع بيكون بيني وبينه علاقة حميمية، حيعيش معاه في بيتي مع شخصي ويباركني. زكا كسب في فرصة اللقاء أنه انتهز اللقاء واشترك كل المعايير التي تعيقه، وكسب التوبة بالاعتراف. كسب التوبة بهذا الاعتراف. وقال لنا بعد الاعتراف، عارفين ايه اللي بيحصل في طقوسنا، في الليتورجياتنا، في الأسراف؟ بعد ما بيسمع الكاهن سر الاعتراف، بيدينا حاجة اسمها فعل التعويض، اللي بيسموها كأنها القصاص، هي فعل المصالحة. كيف تبرهن إنك تبت؟ الكاهن ربما يقول لك روح صلي مرة أبانا والسلام، أو لو كنت عامل خطيئة مختلفة يرى الكاهن ما هو المناسب للتعويض.
ربما لو قتلت حيل روح اعترف للمحكمة، ربما لو سرقت يقول لي روح رجع اللي سرقته، ربما لو عملت سمعة لأشخاص وشيت بيهم يقول لي روح صلح السمعة اللي انت شوهتها للآخرين. وأنت حر، ربما تعيش فعل التوبة وتعيش فعل التعويض أو ترجع لا تعيش التعويض، لكن في الحالة دي لم تأخذ المصالحة من الرب لأنك امتنعت عن هذا التعويض اللي بيخلي يسوع يعيش في بيتك. زكى في فعل التوبة اللي عمله وكانه في الاعتراف بيقول ايه، فوقف زكى وقال للرب ها أنا يا رب أعطي نصف أموال المساكين وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. فعل التعويض اللي عند زكى مستحيل نرى مثيله النهاردة من أشخاص. هيعمل إيه زكى؟ يعطي نصف أمواله للمساكين، يعني نص مملكته، كل ما يمتلك النص بتاعه هيبقى عنده إيه تاني؟ نص بس. لكن بعد شوية نلاقي حتى هذا الرقم يتغير، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. أربع أضعاف يعني اللي لسه قاعد من الثروة بتاعتك يا زكا لم يكفي الأربع أضعاف، ومع ذلك زكا يعني كأنه سيخرج من لقاء يسوع خاسر ماديا، خاسر بشريا، كل اللي كان ذا طول حياته ضاع منه، ولكن خرج بنتيجة أكثر من الغنى المادي، أنه كسب ملكوت السماوات وكسب يسوع. عشان كده النهاردة عايزين تفهموا مشروع سر المصالحة الاعتراف، انظروا لزكا، دور، بحث، استعد، ذهب النيابة ليسوع، بنيجي الكنيسة لهذا اللحظة نسبة 1% اللي بيفكر بالتوبة من خلال الاعتراف، وكثير منا لم يرد لكرسي الاعتراف لأنه مكسوف من أبونا، أو لأنه عارف هيعمل نفس الخطايا، أو لأنه لسه عنده القرار أنه هعترف وأنا مش عايز أغير، يعني كنت بسرقه هكمل أسرقه، اللي كنت بشتمه هكمل أشتمه، اللي كنت بتعبه هكمل أتعبه، وهكذا وهكذا. لكن خد قرار، فرصة النهاردة لينا جميعا، ابدأ من جديد بفعل التوبة حتى تنال النعمة. عايزين يسوع يقول لنا النهاردة اليوم حصل خلاص لهذا البيت؟ لما يكون عندنا رغبة، ولما يكون عندنا توبة، ولما يكون أخذنا البركة من خلال التوبة. ولإلهنا المجد الدائم للأبد أمين.